أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديركي. قط وفار من وجه العدالة. تبدو حالة الشراكة الزوجية بعد جردها والتفنيد بأمورها بمعظمها تشبه لعبة القط والفار، فالزوجة قط يبحث عن حجة أو دليل أو إثبات على زوجها الفار الذي يخرج إلى البرية يسعى ومن ثم إلى دوامه في القفص الزوجي يعود، لكن مع ذلك فالزوج متهم حتى يثبت العكس، وخاصة في أيام الزواج الأولى ما بعد شهر العسل مباشرة، هذا إذا كان في شهر عسل. وبعد أن يثبت الزوج إخلاصه وتفانيه في الأيام العشرة الأولى تعطيه الزوجة القليل من الأمان والقليل أيضا من الثقة. فيبدأ بالخروج من القفص أثناء فترة خدمته. في البداية يبدأ باللعب مع الأصدقاء الفيران والترغل معهم في شؤون الزواج وأهميته ومدى روعته وشدة استقرار البني آدم فيه بسبب روعة بنت حواء ودقتها وحدة ذكائها الأسري. وبعد مرور أيام يثبت فيها الزوج الطالع من القفص من أجل التنفس أنه تنفس بشكل صحي ولم يلعب بديله يمينا شمالا، تبدأ الإجازات الساعية بالازدياد، فيلعب الفار مع أصدقائه الفيران كل الألعاب البريئة من أرجيلة وطاولة زهر وورق شدة، ويعود إلى البيت ولكن بخلقة مقلوبة وصوت أجش كإعلان من حضرته على أن شهر العسل انتهى. وخلصت القصة وصارت مثل غيرها، وإنه يا لطيف شو ممل الوضع صاير، وسيصبح صراخه اعتياديا كما أن شتائمه ستكون لضرورة الزواج والاستمرار بهذا الزواج، وستصبح مطالباته بتمديد فترات التنفس مع الأصدقاء الفيران قيد التنفيذ من قبل الزوجة أو القطة الشرسة التي لم ترمي بكل أوراقها بعد. وبعد استشارة الصديقات من الجارات طقيقات الحنك المحترفات، وبعد تبييت استخارة وفتح فال بالودع والفنجان، تسمح للفار بتمديد فترات التنفس، فيمضي سعيدا ويلعب برأس مرفوع معهم بعد أن كان موعد العودة إلى القفص قبلهم يشعره بالمهانة أمامهم. ومع رمي الزهر أو النرد بمرح هذه المرة تحين منه التفات إلى امرأة ما على طاولة مجاورة. فيبدأ بالخطوات الأولى لإقامة علاقة استراتيجية تكتيكية مع دول الجوار، فيرمي نرده بين قدمي الدولة المجاورة التي تؤرجل المعسل بتفاحتين، ويذهب باتجاهها وهو يقول متأسفا أولى أقواله لأنثى بعد الزواج، ويهبط بقامته المهيبة مقرفصا ومبحبشا بأنفه وعينيه ويده عن النرد المفقود، ثم يأخذ نرده ويودع الدولة المجاورة بشكل رسمي مهيب شاكرا حسن استقبالها له في ربوعها، وممتنا للرعاية الكريمة التي أولته إياها وهو يبحث عن حظه المرمي في أراضيها. وتكون أراضي الزوجة قد تخلخلت وتزلزلت في هذه اللحظة، لأن حاسة الشم عند القطة الشرسة قوية جدا، فقد عرفت في هذه اللحظة أن الفار بدأ يلعب ليس مع أصدقائه بل بذيله. ويبدأ المسلسل يا ابن آدم، فتتعرض للتفتيش صباحا ومساء، وتصبح التحقيقات علنية وواضحة لا لبس بأمرها، ولكن لن تغيب البحوث السرية النووية في جيوبك عن قصاصة ما عليها رقم ما، أو في الموبايل عن رسالة منسية لم تعمل لها ديليت أو مسح في عز انتشائك، أو عن رائحة ما عالقة على قميصك كرسالة من الفارة التي تلعب معك الآن للقطة المحروسة والحارسة لأحلام العائلة وأصل الأنواع. وتستمر هذه اللعبة إلى أن ينفصل القط عن الفار أو العكس أو عن بعضهما بالتراضي، يعني مخالعة وينفصلان،
وعلى الخير للعيال ولتاريخهما يتفقان. ولكن ليس كل الفيران مثل كل الفيران، فهناك الفار الغبي اللي بنلقط من أول حلقة، وهناك الفار الذي يلعب ويلعب مع العديد من الفارات دون أن تستطيع قطته ضبطه وتجريمه أو إثبات أي تهمة بحقه. لكن بسبب غروره وثقته الزائدة يسقط ويكشف أمره. وعادة ما يمسك هذا النوع بالجندي المجهول أو بالجرم المشهود عفوا كما يقولون. أما الصنف المتواضع واللطيف والسلال فإن عمر أسراره طويل، وربما يموت فتكتشف الزوجة أنه الأخ متجوز من وحدة تانية وعنده منه أولاد ما شاء الله، صاروا شباب وصبايا وهم سيتقاسمون التركة معهم فوق اللي منا. ولنا وقفة قريبا جدا مع أشهر هذه الحالات بتفاصيلها غير المملة كدليل منا على أنه هالقصة بالذات فالج لا تعالج، ما في مفر، قط وفار يعني قط وفار. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.